طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأفاضل، الحضور الكريم والجمهور السوداني، نحن جمعية اللغة النوبية بنرحب بكم شديد بكل مغاماتكم وبكل أماكنكم، ونتمنى لكم ويبينار سعيد وشيق، وإنه ما يكون بس من اتجاه واحد. نحن عندنا 3 متحدثين وأنا أصغرهم، هم باحثين اعتركوا المجال الدراسات النوبية، خاصة معنا الباحث دكتور جمعة إبراهيم غلفان، ولسنين طويلة جدا يعني عكفوا على البحث عن الحقيقة السودانية من خلال دراسة الثقافة النوبية واللغات النوبية. ويمكن الليلة الندوة بتاعتنا بموضوع شيق ومميز، معانا الباحث عمر فضل عبد الودود صالح، وهو برضو رجل مجتهد جدا، وكنت عاوز أقول شاب مجتهد، لكن الآن نحن عجزنا شوية، لما بدينا كنا شباب والسنين سرقتنا، ونحن نبحث عن الحقيقة السودانية ونحاول نقدمها لكم ونشارك المجتمع السوداني بالأفكار. وهو اليوم ويبينار لتلاحق الأفكار، فنحن نأمل إنه نسمع منكم برضو كما أنتم يعني باي دايركشنال. سو حقيقة يعني يا جماعة، خلونا أنا حأقصف طوالي، يعني حأمشي طوالي للبيبر، محضر سلايدز كده، يعني ما سعفني الزمن، لكن مهم بحاول أشارككم بالأفكار اللي معاي. وأنا هقدم زي ورقة بسيطة فيها توطئة عن المفهوم بتاع الروحانية، الفكرة اللي احنا عاوزين نقدمها، وكل التفاصيل هتستمتعوا بها بورقة دكتور جمعة وورقة الأستاذ عمر فضل. فأنا هتكلم عن الحياة العامة بس، توطئة لأوراقهم، فاهم؟ يعني هنقول بس الأفكار، هنقول الناس للفكرة الأساسية اللي عاوزين نوصلها خلال الويبينار، وحيكون في تفاصيل شيقة جدا هتلقوها في الأوراق الجاية. طيب أستاذ جمعة وعمر فضل وبعض الإخوة، أنا عملتكم كو هوست، جس لو في زول عاوز يخش ممكن تضيفوه. إذا كان السلايد واضحة يا جماعة أكدوا لي بس أنتم سامعيني كويس وشايفين السلايدز. واضحة جدا. تمام. طيب، الورقة هي حوار عن توطئة الروحانية، مفهوم الروحانية في الثقافة النوبية، وحتكلم عن الحقبة التاريخية كوش والفكرة المسيحية بإيجاز. أتعرض إلى بعض الإشكالات في السودان المعاصر. طيب خلونا نبدأ في البداية. إحنا ننتمي إلى بلاد عظيمة جدا في التاريخ، اسمها بلاد السودان، بلاد كوش، يعني في مسميات كثيرة جدا للدولة السودانية، تاسيتي. والدولة السودانية بدأت من العهد الكوشي، نقول مثلا في الفترة الملوية هنا نشير لها الرمزية بتاعتها، هي مدينة الدفوفة أو دوكي جيل، وكانت حقبة عظيمة، يعني بدأت يمكن قبل الفترة المصرية القديمة حسب رأي كثير من المؤرخين، خاصة تشارلي بونيه اللي هو اشتغل على يعني الآثاريين الحديثين. ونحن بنتكلم عن تاريخ قديم جدا، حوالي 5000 قبل الميلاد أو قبل ذلك. وبعد كده انتقل السودان إلى الحقبة الكوشية، ومن الحقبة الكوشية إلى الحقبة المروية واللي ظهر فيها الكنداكات، وبعد كده دخلنا في الممالك المسيحية. هذا تاريخ السودان القديم،
والى وصلنا للسودان المعاصر وعاصمته الخرطوم زي ما شايفين. حاولت انا انقل بعض الصور اللي بتورينا التدرج التاريخي مع هنا بعض الخرائط. السودان الحالي هو كان يعرف ببلاد النوبة، وكذلك في القديم كان يعرف ببلاد كوش او تاسيتي او اثيوبيا عند بعض الدول الأوروبية مثل أغاريق سمونها إثيوبيا، والآن الاسم انتزع مننا. المفهوم اللي أنا عاوز أتكلم عنه في البداية، طالما نتكلم عن تمهيد تاريخي، السودان برمته كان اسمه بلاد النوبة. المجتمع السوداني لما نقول بلاد النوبة يعني معناها أي مجموعة بشرية ساكنة في السودان الحالي وقديم هي شريكة في هذا التاريخ. يعني احنا للأسف طبعا في تاريخ مدور كتب بواسطتنا ما احنا حاول يعرف السودان الحديث على انه شيء وبلاد النوبة شيء ثاني، او حاول يعيد تعريف بلاد النوبة ويحصرها ما بين الشلال السادس اللي هو في السبالوغا الى الشلال الاول، يقول this is the Nubian region. وطبعا هذا يعني لما تقول دي رؤية بتاعت مستعمرة وده خطأ كبير، هو بغصب يعني على أساس أنه يحصل زي ما تقول عدل ما بين ما هو ماضي قديم وما بين الشعب. لما أنا دار أعمل السبريشن ده أول حاجة ببدأها أنه أنا بعزل بعمل لير، أنه في حاجة اسمها نوبيين وفي حاجة اسمها سودانيين، تمام؟ وبعد ذاك يعني حاجه اسمها سوداني، وبعد ذاك ممكن ذاته عمل سب لاير حاجه اسمها كوشين برام حاجه اسمها نوبيين برام. فعملوا لخبطه كثيره في التيرمز، فالناس بدت كونفيوز، وفي الفتره الاخيره بدت تتصارع حول مصطلحات تاريخيه، والهدف الاساسي هو تمزيق الشعب ذاته وتفكيكه عشان ما نفكر كامه. الحين انه الامه العظيمه الكوشيه والنوبيه هي أمة عظيمة وقديمة جدا، وما كانت بتعاني بالحاجات دي. ما كان لون البشرة هو الفاصل الأساسي اللي يحدد الهوية، ما كانت عندنا العنصرية العرقية، بل بالعكس يعني عرف السودان منذ السودان القديم أو بلاد كوش منذ آلاف السنين بالتعددية. أنا أتكلم عن مفاهيم أساسية هنثبتها. عن اول حاجه لما جينا نتكلم عن ما هو الكوش وما هي بلاد النوبه، اول حاجه التيرمز دي كلها بتدل على مكون واحد، على منطقه واحده تاريخيه فيها مجموعات بشريه متعدده. فما ممكن نقول انه والله النوبيين ديل الان بس هم محصورين بين جنوب مصر وشمال السودان. يعني احنا وصلنا حتى الحته بتاع المستعمر تغزمت لانها هي من الدبه لاسوان. فالموضوع يعني ما صحيح تماما. فإذا أنت قاعد بالمفهوم الغبلي اللي تخلص اللي هو أصلا نتج عن الموضوع العنصري بتاع المستعمر، نحن أول حاجة نصحح المفهوم ده. تعريف النوبة هي بلاد السودان، وأي سوداني يتمتع بهذه الهوية النوبية، والنوبة مرادف للكوش ومرادف لتاسيتي، وكل هذه حقب تاريخية لمسميات تدل على مكون واحد ومكون الشعب السوداني عبر التاريخ. بالأول حين صح المفاهيم دي ونجيب في النقطة دي أساسية، لأن دي نقطة بتشكل لنا يعني عقبة. أول حاجة عشان نتخطى لتاريخ، نتكلم عن إنه ده تاريخ بتاع دولة، تاريخ قومي ما تاريخ قبلي. وبالتالي طبعا لما حصلوا الحاجة دي عزلوا المجتمعات الإفريقية اللي هي بتشارك النوبيين في الشمال بالهويات زي جبال النوبة زي النيل الأزرق زي نوبيين دارفور زي يعني مجتمعات السودانية الثانية حتى جنوب السودان، ومجتمعات خارج حتى السودان، لأن الحدود السودانية وضعها مستعمر يا جماعة. التصور بتاع إنه يكون في سودان يكون في مالي يكون في بتاع، التصور بتاع خواجة قالوا في تيبل بيشربوا شاي قالوا إن إحنا لأن نكون دولة هنا ونكون دولة هنا. وبالتالي لما جاءت البوست كولونيالي أو المستعمرات اللي تحولت لدول حديثة هي أخذت الرولية بتاعة الخواجرة بتاعة المستعمرة، وأن احنا خشينا في الديالمة، خشينا في المعضلة بتاعة
من نحن وما هي هويتنا. هويات زي ما أنا قلت في سابق محاضرات سابقة، هويات شكلت تماما بواسطة المعمل الاستعماري. فاحنا يقول لك أنا كاميروني، وز التعني كاميرون، كاميرون ده شخص جاء مبشر مسيحي قاعد في حتة مات، فالخواجات لأنه ده زولهم قام سموا الحتة دي كاميرون، وقام حس الآن في هوية اسمها الكاميرونيين. تخيل الهوية دي شايلة بتاع زول أجنبي جا قاعد هناك ما عنده علاقة حتى. طيب ما كان اسم الكاميرونيين دي من نازل، كان اسمه شنو قبل الحياة دي؟ هم منو ذاتهم؟ فحس الإشكال بأنه نحن في الدول ما بعد الاستعمار مارين بهذه المشاكل، والمشكلة ما في وعي قومي ولا حتى في رؤية بنيناها نحن كمجتمعات أو حتى مؤسسات الدولة ذاتها. هي قائمة على الرؤية العنصرية، والقائمة على الرؤية القبلية، وقائمة على الرؤية الاستعمارية اللي هي عاوزة تفكفك وما يكون في حتة بتاع توحد. أضف لأنه كل هذه الآثار اللي انت شايفينها والحياة دي جزء كبير منها نقل خارج إفريقيا، وبتبتعوا بيه ناس ثانيين وياخذوا الكريدس الاقتصادية والقروش اللي بتجي والفند عشان الناس تشوف الحاجات دي. حتى الاستعمار الأكاديمي، حتى البحث نفسه عن هذه المعلومات وهذه المجالات، سواء كان مجال التاريخ واللغات القديمة، سواء كان المجال الأنثروبولوجي، أي شيء الآثار، هذا كله أصبح معني بيه الشخص اللي يجي كونك انت وقال انت كده وقال كده شال حاجاتك وعامل حاجة. فدي واحدة من الاشكالات الكثيرة انا كنت عاوز ابدأ بها اول شيء بالتمهيد التاريخي. ننتقل الى تعريفات. انا في الورقة بتاعتي عاوز اقدم تعريفات حياة اساسية، عاوز اتكلم عن تفاصيل. الركائز الاساسية للثقافة والحضارة في بلاد النوبة كوش، اتفقنا ان النوبة دي تعني السودان كله وان بيوند وما بعد السودان، وان كوش ونوبة ما قاعد يختلفوا في المعنى، لانه نحن لقينا في الكتابات الكيميتيه، خلينا نقول بلد المصريه دي ذاتها مصطلح استعماري، الكتابات الكيميتيه القديمه في الاسر الاولى لقينا مفرده نوب ولقينا مفرده كوش، الاثنين قاعدين في النصوص بتدل على الشعب ده القاعد جنوب المنطقه دي، يعني موجود الان في اللي احنا بنسميه السودان دي اللي انتهينا به، وهذا المصطلح المسمى اللي اسمه السودان، وده مصطلح هو إشكال كبير جدا لتعريفنا ذاته. طيب أول ركيزة أساسية نسميها pillars، من ركائز أساسية عشان نعرف ما هي الحضارة وما هي الثقافة النوبية الأمومية. تذكر أنا قدمت محاضرات عن الورقة عن حالي، إذا كان الناس عاوزة تفاصيل ممكن نرجع إليه، وممكن يعني في تسجيلات عن الأمومية. باختصار شديد جدا جدا لما اتكلم عن الاموميه الماترناليزم انا بعني بها شيء واحد، هو تعريف تقديس او تقدير هذه الثقافه للام، للمراه كشكل لام، تمام؟ في يعني المراه هي ام الرجل لغويا، اثبتنا الحاجه دي ايدين حاجات، يعني في بعض اللغات المحليه النوبيه الموجوده حاليا صاغتنا للمفهوم ده وقدرنا نفهم انه الثقافة دي القديمة كان بتنظر للمرأة على أساس أنها هي أم، وهي أم مقدسة. ومن هنا جاءت الحتة بتاعت شنو أنه طلعتنا من الإشكال بتاع التنازع ما بين راجل ومرأة. الثقافة دي عندها immunity لأشياء كثيرة، واحدة من immunities بتاعتها أنه ما فيها جندرزم. الجندرزم انتهى، والحقيقة ما في جندر ما بين الإنسان، ما في فاصل ما بين الإنسان والطبيعة، كله بيستخدم نفس لغويا، يعني بيستخدم نفس الضمير، الضمير تر في النوبين، تر في لغات تانية هو نفس الضمير في بعض اللغات الأجن غيره، أي لغات حتى أتوقع نفس الشيء في المروية، رغم الإخراج لسه ما تم نهائيا لتصنيف المروية كلغة أم لهذه اللغات، لكن الضمير بتاع الغائب ما يقابل هو وهي وإت، عندنا ثلاثة في الإنجليزي، عندنا اثنين على الأقل في العربية، الضمير ده عندنا واحد، وبالتالي في وحدة ما بين الإنسان ونفسه، وحدة ما بين الإنسان والطبيعة. وبالتالي لما نجونا الثقافة دي by default تكوينها كده قامت إنه ما في حياة فارق، ما في جندر، فالمرأة طوالي by default هي ما في حالة تصارع مع الرجل، لكن الثقافة دي عندها حتى زيادة ضافتها، هي قدست الأمومة، ما قدست المرأة،
مقدسة الأمومة، حالة الأمومة عندها مقدسة، يعني الأم دي حاجة مقدسة، حاجة عظيمة، هي بتوهب الحياة، هي بتوهب يعني المرأة عندها مكانة طبيعية. فالراجل ما قاعد يصارع المرأة في الثقافات دي، هو بياخد من البوزيشن بتاع المرأة انه هو في حالة بتاع القداسة، بيقدس وضعها كأم، وبالتالي دي كانت الفكرة بتاعت الأمومية. الركيزة الأساسية الثانية الكولكتيفيزم، هذه الثقافة ثقافة جمعية، نتكلم عن ثقافة جمعية يعني ثقافة نازل بيمارسوا حياتهم مع بعض، وده موجود إلى الآن، موجود إلى الآن. يعني إحنا الليلة بنزرع مع بعض، بنأكل مع بعض. الشعب السوداني ما بيقدر يعيش حتى لما يطلع برا ثقافات ويمشي دول ثانية، الناس بتفاجئوا انه نازل كده مع بعض، يعني دارين يفطروا رمضان مع بعض، دارين ياكلوا مع بعض، بيزرعوا مع بعض، بيحتفلوا مع بعض. ان احنا اجتماعيا شعب كولكتيف. البنيه دي واحده من البنيات الاساسيه اللي شكلت المفهومنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، تمام، على عبر التاريخ. وبالتالي الممارسات دي الجمعيه دي هي عندها بعدين consequences في حياتنا، في تشكيل وعينا حياتنا. فدي أساسيات ركائزنا نحن الحضارية قمنا بها عبر التاريخ، إنه نحن بنقدس الأم، الأم في حالة مقدسة، يا ودمي دائما نحن الأخذات نسميها ودمي، وده ترجمة للنوبيات، يعني لو عينت للغات النوبية بقول نفس الكلام بس باللغات دي. يعني المفهوم الأخير طبعا الخواجه اللي درسنا وكتب تاريخنا وعمل حياتنا دي هو ما بيفهمها، وعنده في ثقافته الراجل بيصارع المراه، عنده في ثقافته انه في حاجه اسمها الانديفيدواليزم الفردانيه، والفردانيه اساس، عنده في ثقافته الحته الثالثه اللي هي التعدديه الثقافيه. هو قائم اصلا على مفهوم انه الحضاره دي بتقوم على انه يكون في عرق واحد او دين واحد او ثقافه واحده، يعني لغه واحده، بيقوم تطلع فوق بتصعد وبتهضم الباقيين. فهو عنده الشكل الرقمي الهرمي للحضارة، حضارة رومانية قامت كده، حضارة إغريقية نفسها قامت كده، المفهوم بتاع الحضارات حتى الحضارات العربية هي بتقوم كده، تمام، بيكون عندهم مونوكالتشراليزم، يعني أحادية بتهيمن، يعني يكون في عرق واحد أو حاجة بتهيمن وبتقوم تفرض حياتها، الدولة العباسية، الدولة الأموية كده غيره. نحن ما كان عندنا المفهوم ده، عشان كده هم لما جو يدرسونا يخطوا التاريخ هم عملوا غلطات كبيرة جدا. مفهوم التعددية هذا، أنا عندي ورقة على التعددية الثقافية ممكن أنشرها لهم، وفي شهادات كثيرة. المهم مفهوم التعددية ده أساسا إنه هم نحن قائمين على الروح بتاعة التكافل دي، الروح اللي تكلمت عنها الكولكتيفيزم دي، الروح دي خلقت هي نفسها إنه نحن نقبل التعدد. إفريقيا دي الحتة الوحيدة اللي ممكن تلقى البيوت متشاركة في نفس القرية، بتلقى ناس بتكلموا لسان وناس بتكلموا لسان، ناس بتكلموا لسان، ما في أي مشكلة، الناس اللي عايشين مع بعض بيطلعوا برا ممكن يشوفوا لسان مشترك، تمام، وكل واحد جوا بيتكلم لسان تاني، وما عندهم مشكلة في إنه ممكن يكون في دين هنا ويكون في دين هنا ويكون في دين هنا. التعددية الثقافية دي سواء كان عرقية أو دينية أو ثقافية، دي سمة من السمات اللي كونت الحضارة أو الثقافة بتاعتنا عبر التاريخ. نحن كنا عاملين كده متعددين عبر التاريخ، ما في حاجة اسمها نوبيا شكل واحد. نوبيا دي عشان كده نحن لما نفهم نوبيا انها هي بمفهوم واحد وحادي قاعد يكون في غصور، ليه؟ لانه بنعاين بنظارة الخواجه المستعمر. نحن لما نعاين بالحقيقة بتاعتنا انه نحن نقبل نفسنا احنا متعددين عبر التاريخ، كرما كانت عاملة كده، كرما كان فيها الثقافات اللي بتشبه اخواننا النيليين من زي الجنوبيين، بتشبه في الثقافات النيليه الوسطى، كان فيها كل الاشياء. كذلك في كل الحقب التاريخيه نحن عاملين كده. اخر حاجه مفهوم اللي انا عاوز اتكلم عنه وده المربط بتاع الفرس، ده الموضوع بتاعنا اللي احنا عاوزين ننشئ به الويبينار، وهتسمعوا من الاخوه المشاركات بتاعتهم في الكلام ده، الروحانيه spiritualism، تمام، روحانية. وأنا عرفتها على مفهوم spiritualism. روحانية هي بمثابة القوة الكامنة التمكينية المبطنة، يعني هي القوة المبطنة اللي بتعمل على بعث القيم المعنوية والأخلاقية في الفرد وفي المجتمع لإظهار هذه الركائز. يعني الركائز دي ما كانت أصلا بتتناغل
أو تحافظ عليه عبر التاريخ، سواء كان الركائز الأمومية، الحالة الجماعية، التعددية الثقافية، هي عشان تكون غية معنوية وأخلاقية إلا من خلال الاسبيرشواليزم، من خلال الروحانية بتاعتنا. يعني الروحانية هي كانت جانب المبطن، القوة الخفية اللي بتخلي الحياة دي تمشي مع بعض. لما يكون في روحانية معناها الأم مقدسة، عالية لما يكون في روحانية غالية معناها الأم مقدسة، لما يكون في روحانية عالية معناها نحن بنعيش حياة جماعية متناسقة، بنمارس نشاطاتنا بشكل جمعي، وده الأوبتيمم بتاع أيزو. أيزو لما يحس السعادة، السعادة بيحسها بكفر، بيحسها مع المجتمع. لما يكون في روحانية عالية نحن بنقبل بعض، وما بكون في حروب، ما بكون في مشاكل. دائما الحياة دي في العصور بتاعتنا عبر التاريخ القديم ده نحن كنا بنلاحظه، لما يكون الروحانية عالية هذه الأشياء الروحانية، يعني هذه الأشياء الثلاثة أشياء دي بتكون ديمومتها واصلة في المجتمع الكوشي والنوبي. يمكن تعريف ببساطة إنه الإنجذاب الداخلي للقوى الإلهية. يعني إحنا ما شعب عبر التاريخ دائما نفتش عن الإله، نفتش عن الحقيقة الإله، نفتش عبدنا آمون راع، عبدنا غيره وغيره إلى وصلنا إلى التوحيد الإسلامي والحمد لله على ذلك. لكن دائما إحنا في حالة بحث عن القوة الإلهية وربط العقل والروح بتاع المجتمع مع الإله. ده عينه لتاريخ بتاعنا. تشوف كمية من التعدد بتاع الآلهة، ناس دي ما عاد تصارع إنه دي لعبوا شنو ودي لعبوا شنو. دي ما مشكلتنا كانت، تمام؟ ولا دي كانت أصلا واحدة من حاجاتنا، إنه نحن ما كان عندنا صراعات عرقية أو صراعات دينية. الناس دي لأنه الروح الروحانية، الحالة الروحانية كانت عالية، وده ما ميز الثقافة والحضارة النوبية عن البقية، تمام؟ أنا هنا الأمومية عبرت عنها عن الأم الكنداكات، ودي حالة أو الأم اللي هي أم ترهاغة، دي أم ترهاغة اسمها تي الحكم بها مصر، ونتكلم عن أمهات الملوك وزوجات الآلهة والكلام ده عنه، وهي بتعبر عن الحالة الأمومية المقدسة. يعني ترهاغة بيمجد ده كله، تمام؟ إلا إنه يتكلم عن أمه، تمام؟ حتى يقوم ياخذ اللقب الملكي ونصبه في جبل البركل. ذلك الفتره بتاعت الحقبه الكنداكيه بتعبر عن سياده مفهوم الام المقاتله والام الحاكمه والكوين مزر يعني. والحاله الجمعيه ان انتم شايفين انه احنا الى الان بنحافظ على الحاله بتاعت انه احنا بنمارس طقوسنا الدينيه وطقوسنا الاجتماعيه بشكل الجماعي، ده ما بنقدر نعيش كده برانا يعني. وده عبر التاريخ موجود، كان نحن بنحصد مع بعض، نزرع مع بعض، ما بحاجة كل زول عنده مزرعته براه، الناس دي كلها بتشارك الأشياء. وكذلك المعابد الموجودة المنتشرة في السودان بتعبر عن إنه إحنا دائما في حالة بتاعت روحانية. فكري الثلاثة مفاهيم دي نحن عشان ما زمان ما أكس أنا حس كده ده يعني أقول في إيجاز عندي كل 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير، عاوز أتكلم سوكم في سرد لإثبات هذه الحاجات في المراحل. حقبة مروي تبدأ بنتكلم عن الدفوفة، وعن الحالة الروحانية واضحة إنه الحياة طبعاً الدفوفة مدينة روحية. الدليل على كده شنو؟ الاسم بتاعه. طبعاً الخواجات لأنه ما فاهمين الحاسوب يقول لك دوكي جيل، وعبارة عن طبعا ما شو سألوا الناس، قال لهم دوكي معناها جوز، الجوز الرملي. ممكن تلقوا شارلبوني ارتكب هذا الخطأ وكذا. طبعا دوكي معناها المعبد. افتكر معنا أستاذ جمعة هنا رجل باحث لغوي، دوك الفيرب دوك يعني يسجد أو يعبد أو كذا. ونحن إلى الآن في أهلنا المحذ بيقولوا صلاة الدوكي القاوة ده، طبعا هم ريبريسابل سمون فيلرز او الاصوات الطبقيه دي. فدوكي حتى في الاوضو بمعنى المعبد، يعني هنا المعبد الاحمر. يعني اصلا المدينه قامت اصلا على مفهوم ديني روحاني. وطبعا العباده كانت متعدده، يعني كان فيها الهه كتار جدا في كرما، والنازل كانوا في مرحله تكوين مفهوم العباده حسب كلام الاثاريين. طبعا احنا لسه ما عكفنا على الدراسات دي بشكل انثروبولوجي بتاعنا نحن كله، ونحن ريفليكشن للناس اللي بيجوا تكلموا عننا. طيب كان في آلهة متعددة وكان في تعددية، ده بيوري انه نحن كنا مسامحين منذ البداية،
كان في تعددية إثنية واضح جدا من الآثار، نلقى كمية من العبادات، كمية من الأشكال تحت الناس، والمدافن بتورينا كده. وكذلك كان في مفاهيم أساسية، مواضيع التعددية، الخصوبة، الأمومة، القوة العسكرية، الشمس، الأم، هذا يعني من البداية خالص. طقوس كانت هي عبارة عن كون في تضحيات، ساكريفايسز، احتفالات، صلوات، يعني المفاهيم بتاعت الكرمة ارتبطت أكثر بالنسق الديني بتاعي، مدينة روحية، مدينة روحية، يعني دوكي جيل أو الدفوف مدينة روحية، والناس بتجي للمعبد ده، يعني أساس كون أول شيء المعبد، بعد ذلك المعبد تحول للمدينة، تمام؟ عكس رؤية الخوايا، وما فاهم الموضوع أصلا. فعشان كده الأولوية كانت هي للإيمانيات، تمام؟ بعد ذلك يس ليتر هي بقت هي عبارة عن كازمابوليتان سيتي، بنقول ليها البضاعة للخارج العالم. هذا ما كان في تأثير طبعا لكيميت، وهي تأثرت من كرمة، ولكن المصريين، علماء المصريات شافوا العكس، إن كرمة هي تأثرت من مصر وكتبوا الكلام ده. ويعني عموما ممكن تكون في أفكار روحية انتقلت بجاي وجاي هذا، وإذا كان بهناك برضو مختلفة، يعني الناس إلى الآن إحنا في بيك كويشن، هل بهناك هو مختلف ولا هو امتداد للبيجاي؟ يعني هل ما هو في مصر الآن حاليا أو كيمة التاريخية، هل هو مختلف عن كرمة ولا هو امتداد لكرمة؟ وهل هم شعبين مختلفين؟ ده بيك سين، يعني ده بيك كويشن لسه الآن ما ديدن الناس ما جاوبوا عليه يعني. طيب نفس الكلام ده كان موجود في الفترة بتاعت الكوش، ويمكن كان من أعظم الفترات المشرقة في تاريخ السودان، نبتة والكرو، ويمكن أنا هتكلم عن مفاهيم محددة هنا عشان الزمن، إنه يعني ظهرت العبادة بتاعت المضرع الريزيس في حياة مشتركة بين الموجود في مصر والسودان. لكن ما أهم ما يميز هذول الناس المفهومين دي، المفهوم الأول إنه the concept of spiritual goodness، اللي هو مفهوم الخير الروحي، ده مفهوم جميل جدا جدا، مفهوم غريب زاد. ويعني يمكن الكاهية الروح مسكاغنا إلى الآن، الناس بيقول التحية دي في اللغات النيلية النوبية، وهم فاهمين إنهم بيتكلم عن مفهوم الخير الروحي، دي تحية بتاعت الخير الروحي، إنه آمون الإله آمن هو تحول، يعني حصل لي ديبكشن إنه يكون في شكل بتاع الكبش، والكبش يعبر عن الطيبة. وافتكر في أديان تاني جات سرقت المفهوم ده وعملت لي نفسها. المهم مفهوم الروح روح الطيبة أو الخير الروحي، إنه الخير ده مربوط بالروح، يعني جاي من المفهوم، وده غمة السبيرشواليتي يعني. الحاجة الثانية هي الروحانية الأمومية، طبعا تكلمنا عن الأمومية كمفهوم أساسي في من الركائز الأساسية الحضارة النوبية والكوشية القديمة. هنا ظهر لنا مفهوم زوجة الإله آمون، يعني هي طوالي بتصعد المرأة إلى أنها تكون أعلى منصب ديني في الدولة، إنها هي الشفيعة بتاعة الأمة، الناس بيجوها يعني عشان تشفع لهم، هي بتمثل، هي بتاخذ مثل، هي زوجة الإله، يعني هي بتقول، وهي كأنه روح الإله بتزود عليها، وبالتالي هي في وضع مقدس عالي. فده غمة التقديس للأم، دور الأم، وطبعا تنصيب الملوك والحياة دي كله بيتم عن طريقها، وهي من أعظم الإناث. في منصب تاني هو العابدات الإله والعازفات الإله، ممكن في مناصب كثيرة للأم في روحانية، دي مرحلة كان روحية خالص، ممكن أعبر عنها النصدة إنه حتى تحركه تحرك بشكل روحي، بعنخي ذاته تحرك بشكل روحي عشان يمشي في حروب وحاجاته. ممكن النصدة يعبر عن ده نص مقدس، يعني يعبر عن الديناميكيات الروحية اللي كانت موجودة في الحقبة دي، أنا لا أكذب، تمام، أنا لا أرتكب التعدي على ممتلكات الغير، أنا لا أرتكب معصية وقلبي يتألم لمعاناة الفقراء، أنا لا أقتل إنسانا دون جريمة تستحق القتل، ولا أقبل رشوة لعمل غير قانوني، ولا أرد العبد إلى سيدي الهارب، ولا أغيم علاقة مع امرأة متزوجة، ولا أحكم بدون دليل، ولا أنصب الفخاخ
للطيور المقدسة، ولا أقتل حيوان المقدس، لا أعتدي على ممتلكات المعبد، أقدم الهدايا للمعبد، أعطي الخبز للجائع والماء للعطشان واللبس للعريان، أفعل ذلك في الحياة وأسير في طريق الخالق. هنا في واحد خالق واحد، ها. وبالمناسبة الجبل اسمه بيركل، بير أو وير، بير يعني واحد، أو بيل بالأجنب، بير يعني بيركل يعني جبل الواحد أو جبل الله. تمام. الابتعاد عن كل ما يرضي الإله، حتى أمهد الطريق للنسل أو للأشبال أو للأبناء الذين يأتون من بعدي في هذا العالم لما يخلفهم وللأبد. وهم بيعبروا عن الإله واحد اللي هم طبعا قلتوه في شكل عمود. طيب، دخل يوت ابني بيع الملك بيع أو بيع أنخي أو بيع أو بأنخي. تمام. النص ده يعني نص قوي، يعبر عن مفاهيم أخلاقية وروحية عالية جدا. ده معناه احنا كنا في قمة الروحانية الفترة دي، والأخلاق المتناسقة الروحانية تعبر عن الأخلاق، منظومة أخلاقية. نحن نتكلم عن الروحانية، يا نتكلم عن منظومة أخلاقية. يمكن الإخوة حيفسروا الكلام ده كثير جدا، حتشوفهم هم قال أنا قاصد شنو بالروحانية. ما هي بس حالة بتاعت عبادة؟ الروحانية عبارة عن مفهوم كبير جدا جدا في ممارسة اجتماعية، في أخلاقنا وقيمنا. النص ده وثق الأخلاق اللي كانت موجودة في الفترة دي واللي وصلوا لها عبر الروحانية اللي هم كانوا بنينها. ونحن لو عيننا للنص ده ممكن يكون متوافق كثير مع النصوص المقدسة اللي ظهرت في الأديان السماوية. يعني الكذب، الزنا، الرشوة، الحث على عمل الخير، وتقديم الخبز للجائع، المال العطشان، يعني اللبس العريان، هذا كلها أفعال إحنا بنسميها. دي جاية من وين؟ جاية من الروحانية، جاية من المفهوم الأساسي اللي تكلمنا عنه اللي هو الخير الروحي. مفهوم الخير الروحي، إحنا بنحاول نتشبه بروح الإله الواحد اللي هي خيرة، بالتالي نعمل الأفعال الخيرية الخير. وهذا مفهوم يعني قديم يعني عندنا ومؤصل، ومن هنا بدأت الحاجات المفاهيم الأخلاق وقيمنا الروحانية في الحقبة المروية لا تختلف كثير. يمكن أنا عشان عن الزمن حديث كثير جدا عن أنه أنا أول حاجة اللي كان ذاك هي طبعا مروي كانت روحانية خالص. المرأة كانت فيها spiritual motherhood يعني الأمومية الروحية. في كرما يمكن عشان ظهر المشاكل بتاعته وحصل الفصل ما بين الدين والدولة وظهرت العلمانية بمفهومها نحن، لكن ما تخلصوا من الدين، لكن خدتوا الدين في حتة براو عشان يقدسوا المعبد براو، وخدتوا السياسة في حتة براو. فالمرأة في الفترة دي صعدت في الحقبة السياسية، فصعود المرأة الأم كانت في صعود سياسي وعسكري، فكانت هي تولت منصب إدارة الدولة وإدارة الجيش، قائدة الجيش، وده ما حصلت في التاريخ. يعني إدارة الجيش دي بالذات يعني إلا لشعوب محددة في التاريخ، يعني إحنا كنا من الشعوب السابقة لكده. في المعابد مثلا معبد المصورات، يعني أنا هاخد الحتة دي، الحتة الصوفية، ظهر المفهوم بتاع التصوف الروحانية الصوفية في مروي. أول حاجة إنه إحنا نعيش حياة الزهد في المعابد، نكران الذات. كتار من الملوك المرويين قبل حتى أركما نيكول لما يعمل عمل، يعني كانوا بيخشوا المعابد ويسحدوا كده ويخلوا الحياة ويخلوا الملك يتنازلوا. وبعدين شفت عن مشيت المعبد في المصورات، مثلا المعبد الاسد في المصورات، تلقوا مثلا دائما بخط الحياه انه مثلا في رسمه كبيره فيها الحيوانات كلها المقدسه والاشياء، والانسان مخطوط في النهايه، دوري ان الانسان خاضع ومتواضع للطبيعه، متواضع للبشر، هو ما شايف نفسه فيه. وده بيوريك الفلسفه بتاعتنا في الفتره دي. الفلسفه الروحانيه تختلف عن الفلسفه العقلانية الموجودة الآن في التيارات الأوروبية أو الثقافة الأوروبية. الثقافة الأوروبية قالت إن في الفلسفة العقلانية الإنسان عقل الإنسان أول شيء، والإنسان خدت نفسه superior، خدت نفسه العالي فوق الأشياء الثانية، وبالتالي هو شاف عقله هو أقوى من أي شيء، وبالتالي أي شيء عقل الإنسان فوق الكل. الفلسفة الروحانية الكوشية النوبية القديمة شايف العكس تماما، الإنسان بيكون خاضع لأي شيء، هو
بطوالع بعقله بإمكانيته لقوة روحية عالية. فده كان مفهومين مختلفين. نحن يمكن إذا في زمن ليتر بعدين في ممكن نفصل في الأشياء دي عشان الزمن. وطبعا الفترة المسيحية معلش ما ترجمت الأشياء، هي فترة بسيطة فيها سوري فترة فيها 1000 سنة، لكن الأفكار اللي حافظنا عليها رغم أن المسيحية دخلت بعض المفاهيم الغريبة يعني، لكن المجتمع النوبي أو المجتمع السوداني القديم، لأنه المسيحية انتشرت في السودان كله، نتكلم عن النوبي يعني السودان القديم، ما رغم أنه غيرت الدين من عبادة الآمون وأبا داماك وغيره إلى المفهوم بتاع المسيحية الأرثوذكسية، المسيحية الشرقية وسموها الأورينتال، هنا المسيحية الشرقية دي، إلا أنه يعني حصل ريبليسمنت، الكنداكا تحولت لأم الملك، والناس اللي اهتموا بميري بمريم أكثر من المسيح، لأنه في مفهوم هم الأم أهم، وده ظاهر في عشان يعني حتى رسوماته. ظهرت شخصيات بتاعت مرأة أول مرة في التاريخ. طبعا الناس بيقول لكم إنه المنظمات الخيرية كونها الأوروبيين ما أعرف العصر الكيدة وما أعرف حسان، لو أول تكوين لمنظمة خيرية كونتها القديسة آنا في العصر السابع الميلادي بكنيسة فرس. كذلك السبيرشوال يعني يعني لو مشيت خشيت في عمق الثقافة النوبية وقريت تلقى منهم مهتمين مثلا بالإنجيل بتاع يوحنا أكثر من الإنجيل الثاني، لأنه فيه حتة روحانية بالذات الجزء الأول. الحاجة الثانية أنه في مفهوم بتاع الكولكتيفيزم، يعني الكولكتيفيزم اللي هو المفهوم بتاع المشاركة، مفهوم المشاركة الجمعية. الناس كان عندهم حاجة غريبة جدا ميزتهم، إنه ما كان عندهم قسيس محدد مثلا بيجي يقول بعض في الكنائس، الناس بيخلوا الحاجة دي للأسر، يعني كل أسرة مسؤولة إنها تقدم الوعظ كل أسبوع، الوعظ الأسبوعي. وطبعا ديل قالوا عزو لانه اساسا ما في تربيه روحيه في الكنائس. ديل خواجه لما قال كده، لاحقين لما جينا قريناه بالمفهوم اللي تكلمنا عنه لقينا انه الموضوع ما عامل كده، الموضوع انه لا الوعظ ده او الهنايه ده، لانه اساسا هم عندهم مفهوم المشاركه، ما دارين زول واحد يجي يعمل الاشياء والناس تستغرب، لا هم دارين كل اسره تشارك. كذلك المفهوم الصوفي، يعني كثير برضه نفس الحاجه اللي حصلت في مروي، كمية من الملوك كانوا بيخلوا الملك ويخشوا للأديرة ويخشوا في الحتة بتاعة التصوف ويبعدوا عن في حالة الزهد. ويمكن يعني تأثرنا بالأشياء اللي تكلمت عنها دي، يعني ما اختلف كثير لما انتقلنا للسودان المسلمي، الممالك الإسلامية السودانية كلها أو السودان كله لما تكون، السودان المنتشر الإسلام في السودان، يعني إحنا استقبلناه بنفس الجهاز الهضمي الثقافي اللي هضم المسيحية وهضم ما قبلها، اللي هي الريحية الروحانية العالية دي بتاعتنا دي، اللي هي شكلت مفهومنا نحن. التصوف انتشر وانتشر معاه الإسلام والبحث عن الروح، روح الله والاجتهاد في الذكر وهذه الأشياء، والمفهوم بتاع الممارسات الجماعية، حلقات الذكر لازم تكون جماعية، التعليم القرآن يكون جماعي، حياتنا جدا ممارساتنا العبادية كلها جماعية. وده السودان. وطبعا المفاهيم الصوفية، حب الله، الزهد، القرآن، الذات، العبادة، الناس، المضيافة للناس، الأشياء القيم اللي احنا شكلتنا وبتشكلنا إلى الآن هي موجودة من عبر التاريخ، يعني ما في زول الدهن اللي حس قيم دي نحن استلمناها من عبر التاريخ وتكونت معانا. معلش انا هخش طوالي في المشاكل فالناس تكون يعني بنفس الروحانيه دي نستقبل. انا هتكلم عن بعض الكريتكس وبعض النقد، القوه المقوضه للروحانيه في المجتمع السوداني المعاصر. واحنا تكلمنا عن السودان ده كان اسمه كوش تأسيتي، ما عارف اسماء كثيره، البريطانيين والمستعمرين أعادوا تسميتنا وسمونا أرض السود أو السودان، وطبعاً عندونا هوية اسمها السودانية، هوية زائفاً إحنا بنحاول ناس بعض التيارات السياسية حاول تخلق منها حاجة جيدة، يعني من الفسيخ شربات السودانوية وما أعرف شنو والسودان الجديد وهذا كل الأشياء. لكن الواقع الحقيقي إن إحنا بعد الاستغلال مشينا من تمزق لتمزق، وساهمت نحن هسه ما أتكلم عن موضوع سياسي، أتكلم عنه من الناحية الثقافية ومن الجانب بتاع الروحانية ده.
انه نحن الاستعمار يعني حاول يهوض الروحانية من القوة المعوضة، واستخدم بعض الأشياء بعض القوة وخلق تيارات، وفي تيارات تكونت براها عبر تاريخنا الحديث على أساس أنها تغوض الهوية وتخلق ارتباك في المشهد بتاعتنا بتاع الثقافة. الهوية والروحانية كانت الأول مثل القوة والعوامل المغوضة الروحانية. نخش في الداخل أول حاجة الطائفية. نحن تكلمنا عن التصوف وأريحية التصوف، والتصوف ده كان حاجة جميلة جدا وانتشر عن طريق المشايخ والخلاوي والناس بدت، لكن اللي اشكال الظهر بعد ذاك ليتر انه في حاجة اسمها حالة من الطائفية، انه في بعض الطوائف وبعض العوائل بدت تستخدم نفوذها الصوفي ده بانها تشكل به يعني موقع اجتماعي واقتصادي، وبدت هي تخلق بعد ذاك مستعمر انتبه للحالة بده يوظفهم هم ذات انا اشتغل بهم شغل بحيث انه يخلق الوقيعة معلش ما يعني عنده السرد الاستعمار انه دار شكل السودان شكل المجتمع على شكل وقعه عنده نهج معين، فاستخدمهم هم ذاتهم القوة الطائفية دي، يعني استخدم نفس التصوف بتاعك نفس الروحانية بتاعك على اساس انه يغوضك من الداخل. دي واحدة من الازمات اللي احنا الى الان بنعاني بها، نفصل ما بين هو روحاني وما بين هو سياسي. انا بخط الحياة دي في حتة بسيطة انه انا ما بنتقد اي طائفة، لكن او ما در ألغي اللو يعني ما دار ينتقد الطوائف، لكن إذا كان في طائفة روحانية أو غامض على مفاهيم روحانية ولكن تعددت الحاجة دي لأنها تحولها لمفاهيم سواء كانت من غير أسماء جمهوريين حزب أمة وريبر، إذا تستخدمت المفاهيم الروحانية بلسان تحولها لمشروع سياسي وتحولها لأيديولوجية سياسية، والمفهوم ده هنا بتنافى مع مفهومنا للروحانية عبر التاريخ، لأنه نحن حتى في الفترة المروية فصلنا تماما خلقت الأزمة ما بين المعبد الآموني والملك، خلقت المشكلة دي وحليناها قبل 300 سنة قبل الميلاد، فما ممكن نرجع تاني بالوراء للتاريخ. دي واحدة من أزماتنا الأساسية. تمام يا أخي، يعني نحن بنحب التصوف بنحب الأفكار الصوفية والروحانية العالية، لكن لا نمزج الأوراق مع بعض. شيء ثاني الأيديولوجيات العقلية والسياسية والاجتماعية. طبعاً الإسلام عربيزم أو الإسلام عربية كأيديولوجيا، يعني لما نتكلم الإسلام عربية زي ما بقول ناس محمد جلحد وغيره بأن إحنا لا بننتقد العروبة والإسلام، لكن هي أيديولوجيا قاعدة معنا هنا. هي مشكلتها إذا تكلمنا عنها من ناحية ثقافية هي أحادية المركزية. تكلمنا عن المالتي كالتشرزم، المشكلة في الأيديولوجيات زي دي هي مونو كالتشر بتساعد تحفيز ثقافة معينة. هنا أتكلم عن الثقافة، هنا صارت تحديد ثقافة معينة وأنت دولة متعددة by default، وبالتالي لما نصعد لك ثقافة فوق في الهرم أنت الخلق بتاع أنه يكون عندك دائرة بتاعت مشاركة الناس كلها قاعدة في دائرة واحدة، لا بتحول لشكل هرم يكون فيه واحدة في الهرم بتقوم تضطهد البغية، ودي مشكلة هنا خلقت لدينا الأيديولوجيات زي العربيزم دي إنها هي أحادية المركزية الثقافية، وبالتالي هي بتتكلم عن الإسلام تستخدمه كروح تدافع به عن الإشكال اللي بتخلق، وطبعاً هي بتحاول تفرض الثقافة العربية كثقافة مهيمنة تمام على المجتمع السوداني وتعيد تعريف المجتمع السوداني للمجتمع العربي تمام، وتستخدم الدين كإسلام إنه حاجة عاطفية لا انتطار مع كده. وبالتالي طبعاً دي عزلة المجتمع السوداني إنه يشوف أن ركبت له نظارة ثانية إنه يشوف تاريخه الكوشي يشوف أبعد ما هو، لأن هي حجبته ما بينه وبين نفسه وما بين القوة التاريخية، وبالتالي هو شايف أي حاجة تانية حتى في سودانيين ما داريش يسمع الكلام أنا بقول فيه ده مروي شنو مسيحي شنو دار تشاعي لا بإنه لا دي حياة وثنية ونحن هسه انتشاري ما عين لا إنها هي دي انتقال الإضافة وإنه ربنا ما حاسبنا على جدودنا لما كان المسيحي لأنه ما كان بيعرفوا حاجة قبل، لكن لما جاء الدين الإسلامي بالمسلمين أو حتى قبل المسيحية لا ما هي حاسب على حاجة، لكن إحنا هنا من الغيم بتاعتنا تمام. والمنحنى الايديولوجي طبعا ممكن الرد عليه من داخل الاسلام نفسه، الناس والاسلام اكثر دين فيه نصوص بتايد اللي انا بتكلم عنه بالذات التعدديه اللسانيه داخل النص، ما في دوله دين فيه نصوص يعني تمام، يعني النصوص كثيره يعني سواء كانت في الاحاديث او حتى في القران نفسه يعني تمام، القران حث على انه يعني اختلاف ألسنتكم يعني في نصوص واضحة إنه ربنا خلق البشر على اختلاف ألسنة واختلاف كده، وإنه الحاجة دي
سمات يعني سمة يعني دي هي سنة الله في البشر وفي المجتمعات البشرية، انه يخلقهم مختلفين وكذا، وانه التفاضل هو بيكون بالتقوى وما بيكون بانه في دين احسن من دين، ولا ثقافه في سوري في ثقافه احسن من ثقافه، ولا لسان احسن من لسان، او عرق احسن من عرق. يعني الاسلام كان واضح في الاشياء دي، ومع ذلك النازل كان يستخدم الاسلام كروح انها تغاوت تمشي بها الهيمنه العروبيه في السودان. كذلك الافكار الجعانه من برا، افكار الجعانه من المجتمعات الغربيه نفسها. طبعا بعد المستعمار بقينا نحن منفتحين، لان نحن اي شيء جينا مثلا افكار عقديه غريبه مثلا زي الشيوعيه الكومونيزم، طبعا اهتمام بها كان في النخب في الخمسينات كافكار جايه جديده. والمشكله في انه هذه الافكار الاوروبيه او الماركسيه تتكلم عن اشياء، مثلا نحن نتكلم شيوعيه، نحن اوريدي عندنا مجتمع عندنا كولكتيفيزم، يعني نحن ما محتاجين للخواجه يجي يورينا نزرع مع بعض كيف، ولا نعمل نظام اقتصادي مع بعض كيف. احنا اوريدي ثقافتنا ثقافه تشاركيه قايمه بالديفولت بتاع المشاركه، فبالتالي هي ما عندها غير انها تحاول برضو تحجزك ما بين انت الموجود في القديم وما بين الحاضر، وتحاول تعيد تشكيلك حسب وفق رؤيه الخواجه، هي حاول تعيد تشكيل المجتمعات دي. كذلك المجتمعات مثلا ده يمكن ما جانا في الشمال لكن جاء في اخوان الجنوبيين، عشان كده هم عزلتهم مننا، يعني هم ذاته يشوفوا المشترك بيننا وبينهم، حاجه اسمها الويسترن كريستيانيزم المسيحيه الغربيه. طبعا انتشر المسيحيه مما خش المستعمر ده 1902 3 بدت هوالي في نشر المسيحيه الغربيه، واللي هي مسيحيه ماديه تتكلم عن المجتمعات الليبراليه والحديثه، تتكلم عن الليبراليه بشكل عام، تتكلم عن، وبالتالي هو شايف نفسه انت متخلف وهو داير يمشي مع الخواجه، وغيروا اسمائهم وتبنوا يعني الشخصيه الويسترن، وهم طوالي حصل العزله الانفصال النفسي والانفصال الاخلاقي والانفصال القيمي بيننا وبينهم. يعني نهاية دي مفاهيم الحياة الحديثة. طبعا احنا تشظينا وبدينا تعبانين جدا بالذات في الفترة الأخيرة السياسية، وبقينا عرضة لمشاكل كثيرة زي النيو ليبراليزم. طبعا دي الليبرالية بكلام كبير كده يقول لك هي ايديولوجية اقتصادية، هي بتدعم الدور القطاع الخاص وما دار الدولة تتدخل في أشياء كثيرة، وطبعا هي ما دور قطاع خاص، هي عبارة عن قوى خفية قاعدة وراء وعوائل معينة تتحكم في اقتصاد العالم، وطبعا هي الآن مسيطرة على كل المشاكل الآن موجودة، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء. طبعا هي دار تخلص من المجتمعات وبتصير المشاكل، وبتاعنا هي في النهاية بنصل للحتة اللي احنا فيها دي، يعني احنا عدم المساواة الاقتصادية، مشاكل بتاعت حيات كثيرة. آخر أشياء طبعا إحنا ما لسه ما مشينا المراحل الأخيرة بتاع النسوية، بدأت تصهر الموضوع النسوية. تكلمت أنا عن المفهوم بتاع في الورقة من البداية، المفهوم بتاع المركزية الركائز الأساسية الأمومة ما في حالة تصارع مع الرجل، لكن هنا في المجتمعات الغربية هي في حالة تصارع. فبهموك إنك أنت، لأنه أنت بعرف تاريخك إنه أنت في عد محتاج، والمرأة والفيمينيزم والجندريزم والنوعية وبعدك الجنسانية وأشياء كثيرة جدا كده، الزمن ما يسمح لي إنه أنا أتكلم عنها. أخش طوالي في إنه نحن الآن يا جماعة في حالة حرب وعندنا مشاكل كثيرة جدا. الحرب دي نتاج ممكن تكون من النتائج الأساسية اللي هو نحن فقدنا البوصلة بتاعتنا كشعب، وبالتالي وصلنا للمرحلة اللي نحن فيها الآن نكون أو لا نكون، بغض النظر عن مقدمات الحرب أساسا شنو بصارع منه ما بصارع منه، في عدو حقيقي بيخف خلف الشعب السوداني. العدو ده هو الآن بيرتكب مجازر وإبادات، بيعمل أشياء صعبة جدا، وأكيد في قوة استعمارية قاعدة وراه هي بتدعمه وبتحاول تخلي، يعني مثلا الصورة الجميلة اللي خلقت الثورة الأخيرة دي للكنداكة وحاول تعيد دور الأم والكنداكة، طوال الآن تحولت المرأة والشباب السوداني والمرأة السودانية بالتحديد إلا إنها يكون هدف للاغتصاب وكسر ذاته وكسر كده. فممكن تكون يعني مؤامرة ذاته ضد المرأة، إنها كيف تصعد وكيف تحاول تغيير، كيف تتدنادي بالتغيير، لازم تعاقب على الكلام ده. طبعا نحن كناس بنحب الآثار النوبية والآثار السودانية، نتكلم عن نوبة يعني السودان كله، والله يعني بيقطع قلوبنا لما نشوف مناظر زي دي. الان المتحف السوداني محتل تماما، ما معروف اللي فقدناه ومنه شنو الاثار اللي بقت لنا، ممكن احنا
تدل على هويتنا وتاريخنا. الآن الآن هي في خبر يعني big question خبر كان. كذلك المعابد والمواقع الأثرية المهمة، لما نشوف هذه الميليشيات الأجنبية اللي هي جاية بدون وعي بدون تخطيط ممدودة إن هي بتحاول تخرب في الآثار، تخرب في ثقافة الشعب. أنا والله تكلمت كثير جدا وأنا آسف أخذت زمن طويل، أكتفي بهذا الغدر وأترك المساحة للمتحدث البعدي الأخ جمعة والفان، وأنا آسف شديد. طيب شكرا أخي الدكتور. هي إذا عندي حاجة قبل ما أبدأ. أنا برضه عندي برزنتيشن، قلت له طلعت من النايف مش هتقدر. ايوه طيب في البداية زي ما ذكرت شكرا جزيلا للأخ لوغنتوت على يعني العرض الرائع للثقافة السودانية والروحانية في السودان عبر الحقبة التاريخية المتعددة، ونجاحه في أنه يورينا العناصر الأساسية اللي شكلت يعني الروحانية في المجتمع السوداني في الفترة دي. بدون ما أعيد ما قاله، أنا داير أقول أنه أنا في البرزنتيشن بتاعي داير أركز على نقاط معينة، من ضمنها أنه واحدة من النقاط دي أنه في استمرارية لهذه لكل هذه كل ما ذكر الأخ لوغنتوت في ثقافة المجتمع الأجنبي. وبحاول برضو من خلال العرض ده برضو أنه وكيف حتى الصوفية لما جاءت السودان يعني توافقت مع ما هو موجود واخذت منه، وكثير من المظاهر الموجودة في الصوفية هي يعني استمرار برضو لما كان موجود زمان، وأحاول استخدم النموذج عن أجل كدليل على ذلك. Let me go to my presentation. شايفين الشاشة دي؟ presentation؟ واضحة عندكم البرزنتيشن دي؟ الشاشة واضحة عندكم؟ الشاشة واضحة يا أستاذ جمعة. طيب زي ما ذكرت أنا عن الشاشة واضحة. بالنسبة لي هنا ما واضحة، أستراليا ما واضحة بالله. منو الأخ منو؟ عبد الله تاور. طيب يمكن يكون في السيتنج بتاعك. خدت في وضع العرض يا استاذنا، خدت في وضع العرض. اوكي جميل. ما انا ادري شو الشاشه الواضحه، بعدين انا اخش البرزنتيشن. طيب كده واضحه؟ واضحه البرزنتيشن؟ عندي انا هنا واضحه السودان. طيب أنا هتكلم عن أواصل ما ذكره الأخ لوغنتوت، وأتكلم عن ثقافة الأجن، وأحاول أصل للمدى الروحاني النوبي وأثره في التراث الصوفي المعاصر. وحتطرق في البداية لتعريف مجتمع الأجن، وبعدك حتطرق لمفهوم الأورو في الأجن في السياق العام ومفهوم عند الأجن كواحد من مظاهر الاستمرار الثقافي والروحاني في مجتمع الأجن. وبعد ذاك حفصل في المظاهر الاستمرار دي. بعد ذاك أحاول أوضح العناصر المشتركة بين الروحانية عند الأجن والصوفية. بعد ذاك حالة خاصة لو سمح الوقت أحاول أشوف نموذج للتفاعل بين ثقافة الأورو والثقافة الصوفية في مجتمعي مجتمع تاكلي
والتقلي. النقطة دي حوضحها بعدين، اللي هي التقلي والتقلي. التقلي بتقلي يعني واحدة من مجتمعات الأجن موجودة الليلة في الجبال، وبتقلي يعني مجتمع بتاع ما يسمى ما يربى المملكة التقلي الإسلامية. طيب نخش في البرزنتيشن. طيب دي الملخص بتاع البرزنتيشن، تقدروا كلكم تكونوا شفتوه في مع الدعوه. نخش طوالي في التفاصيل بتاع البرزنتيشن. في البدايه نعرف بمجتمع الاجل. مجتمع الاجل طبعا واحد من المكونات بتاع المجموعه النوبيه اللغويه المعروفه. المجتمع ده موجود اليوم في جبال النوبة، في أقصى جنوب شمال كردفان، وفي شمال جنوب كردفان، وفي غرب ما يربى اليوم بغرب كردفان. المجتمع ده في السابق كان ينتشر في كل كردفان وتقريبا النيل الأبيض وحتى أواصر السودان، لكن انحسب بفعل العوامل التاريخية المعروفة، انحصر في اليوم في لفترة شمال في كردفان بصورة عامة، ثم اليوم انحصر في جنوب كردفان. الأجن كمجموعة طبعا الناس لما تحاول تأرخ للمؤرخين بالذات المجموعة النوبية يقفوا كثير عند الأجن. بعض الناس زي ستيفنسون يقول أنه الأجن يعني they have a dubious history، يعني التاريخ يعني غامض. وفي ناس بيحاولوا يعني يوفقوا بين يعني مشكلة وجود الأجن في الجبال ووجود مجموعات نوبية يعني عندها نفس اللغة ونفس الحضارة في الشمال، يعني يحاول يوفقوا بين المسار بأنه يحاول يخلقوا تاريخ يعني يوضح به وجود عناصر في الشمال وعناصر في الجنوب. والأجن من منظور المؤرخين ما في تاريخ متفق عليه. من ناحية أخرى برضو الناس لما يحاول يدرسوا النوبة في جنوب كردفان برضو الأجن برضو بشكل مشكلة بالنسبة لهم، لأنه الأجن ما محصورين في جبال النوبة في جنوب كردفان، برضو موجودين في شمال كردفان، موجودين في حتى في دارفور. المسألة دي برضو بتشكل برضو مشكلة للمؤرخين. بعض المؤرخين حاول يحلوا المسألة دي باعتبارهم بأنه يقوموا يبدوا الأجن صفة خاصة يسموه البروبر نوبة، النوبة البروبر ولا الترو نوبة، يعني حاول يفصلوهم عن بقية المكونات بتاعت ما ممكن نسميه بالنوبة في الشمال ولا في جبال النوبة. تاريخ الأجن من منظور الأجن بيعتبروا نفسهم هم جزء من المنظومة بتاعت النوبة أيا كان أي كان التعريف. وبيفتكروا انهم يعني وجودهم التاريخي كان في الشمال، ثم نتيجه لعوامل يعني سياسيه يعني معروفه للجميع انتقلوا نحو الغرب الى ثم اتجهوا جنوبا الى جنوب كردفان. في جنوب كردفان يعني بدوا من الاستصار الشرقي ثم انتشروا بالتدريج نحو الغرب، والانتشار ده كان مستمر لغايه القرن تقريبا الثامن عشر. اخر مجموعه من الاجل يعني استقرت في مكان الامثله المعروفه اليوم هي مجموعه طبق، هي وصلت الحته بتاعتها الهسيه فيها في غرب كردفان في عام 1775. والخارطه بتاعت الاجل يعني اخذ شكلها النهائي في يعني قريب خالص، يعني تقريبا في عام 1880 في زمن قبل المهدية بفترة وجيزة، اعتبروا الأجل كوافتين يسكنوا وسط المجموعات أوردكات معروفة. في مجموعات من الداجو بيفتكروا أن الأجل يعني انتشروا على حسابهم، ولكن برضو من المعروف أنه الأجل انتشروا على بعض المجموعات زي الكواليب. إحنا عندنا في مناطقنا آخر مجموعة من الكواليب غادرت المنطقة تحت ضغط يعني الوجود بتاع الأجن في الفترة بتاعت تقريبا قبل المهدية بقليل. فده تاريخ الأجن بإيجاز. وفي نقطة مهمة جدا جدا في تاريخ الأجن
أنه أنا ذكرت أنه الانتشار كان بعض الوصول للجبال كان انتشار من الشرق للغرب. حصل انتشار برضو لظروف لعوامل محددة من الغرب للشرق، واللي هي من منطقة الجبال الستة للمنطقة المنطقة المعروفة اليوم بتقلي. وهذا الانتشار نتج عنه في النهاية تكوين ما يسمى ما يعني ما أصبح يعرف فيما بعد بمملكة تقلي الإسلامية. الناس تقلي دي راحوا من اسمها تقلي مشوا الجبال الشرقية وعملوا مجتمع. المجتمع دي سيد المنطقة هناك وكون مملكة. المملكة دي تاريخيا تعرف بمملكة تقلي. وفي النهاية المملكة دي أخذت مظاهر إسلامية دي تعرف طرق مملكة تقلي الإسلامية. ودي الحاجة اللي شفت لها أنه التفاعل بين الأورو في تقلي والصوفية في تقلي. لو سمح الوقت ممكن نتطرق للنقطة دي. تبي إجازة عن تاريخ المجتمع الأجم؟ طبعا ده ما موضوع الأساسي. نمشي للمواضيع الأساسية. موضوع الأساسي أنا بدي أتكلم اليوم بإسهاب أكثر عن مفهوم الأورو. باعتبارهم المفهوم بتاع الأورو ده هو اللي بيمثل الروحانية في المجتمع بتاع الأجم. قبل ما نخش في ما يتعلق بالأجم نحاول نشرح المجتمع بتاع المفهوم بتاع الأورو. الأورو كمفردة يعني تعني ملك في النوبية القديمة. وطبعا اللغة النوبية القديمة المكتوبة يعني انتشرت وظهرت في زمن الممالك المسيحية. وزي ما ذكر الأخ نوبنتوت أنه الملك في الفترة المسيحية كان هو برضو كان رجل دين وكان زول زاهد يعني كان صوفي بمعنى الكلمة. كان زول زاهد عن الملك يعني كان شيخ أكثر من كونه ملك. برضو أورو برضو وردت بمعنى ملك برضو في الكتابات المصرية القديمة. طبعا وردت في وجدت في الكتابات المصرية القديمة. ولو أخذنا في الاعتبار يعني التأثيرات بتاعت المروي والتأثيرات بتاعت كرمة على مجمل الحضارة المصرية والثقافة المصرية ممكن واللغة المصرية ممكن نفتكر يعني نفترض إنه الأورو المفهوم ده هو يعني مفهوم قديم ومفهوم غالبا يكون كان سائد في كل الحقبة التاريخية اللي بنتكلم عنها. بالمقدمة دي نشوف المفهوم الأورو عند الأجم شنو. طيب أنا حديث في الحتة دي كتير إن شاء الله بس الكتابة تكون واضحة. لو مو واضحة أنا هحاول يعني أغطي على أي نقص بالبرزنتيشن. إحنا عندنا في الأجم يعني أنت أول ما تسمع كلمة أورو في مجتمع الأجم يخطر على ذهنك طوالا أن الأورو دي نظام تعدين. نظام تعدين يحتمي على كل عناصر أي دين، كل عناصر الدين. فيعني في الأجم يعني زول ممكن يقول لك أنت 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 وأنت في الأورو ولا خليت الأورو؟ زول أنت أدرى بتؤمن بالأورو ولا أنت تتخلى عن الأورو؟ الأورو هو الدين اللي أنت يعني بتدوق من دوك أنت بتكون من ضمن عندك الأورو كعقيدة. بعد ذلك ممكن تقرر أنك تطلع من الأورو تبقى مسلم تبقى مسيحي تبقى أي حاجة. ففي دين اسمه أورو. يعني الاسم ده يستخدم للتعبير عن الدين. والدين ده فيه عقيدة. الاعتقاد باسم إله واحد والإله ده الخالق. إحنا في الأجم بنقوله بيل. بيل إيبتو. ولا إيبتو معناه الخالق الإله الخالق. وعنده صفات تانية من ضمنها نور اللي هو بمعنى العظيم ولا المعظم. والدين دي طبعا فيه كمية ضخمة جدا جدا من الطقوس وفي احتفالات سنوية مقررة تقريبا كل سنة في كل فترة في السنة في عيد ولا احتفال بمناسبة أو مناسبة أو أخرى. وفي ما ممكن أن نعتبره صلاة. الأخ نوبنتو ذكر دوكيجيل المعبد. طبعا الصلاة في الأجن دوكي برضو وتشوفوا العلاقة بين دوكي ودوكي متعلق بالعبادة. وممكن نجد الموضوع صاري بعدين برضو بتفصيل أكثر.
الاوروكادين بيعتبرون المجتمع الاجن مجتمع شفاهي، ما عندنا نصوص دينيه يعني لكن في سمعنا بعض الحكايات وبعض الروايات انه في بعض رجال الدين في عند الاجن او رجل الدين في نهايه الاجن بيسموه برضو اورو، الدين هو اورو ورجل الدين برضو اورو، وبعض في بعض المجتمعات برضو يسموه كجور. في بعض الروايات انه في بعض الاوروديل كان عندهم نصوص مكتوبه، من ضمنهم واحد في الكدر ده كان جد اخونا الدكتور علي عبيد، ده كان حاول يعني يعلم الاخ الدكتور علي عبيد الحاجه المكتوبه عنده، لكن الدكتور طبعا اكبر منه خش المدرسه ويبقى مسلم، ما حاول يعني ما شجع في المساله دي لغايه ما البيت بتاع الاورو ده اتحرك وحرقت معه الماده المكتوبه دي. برضو في اورو في كورتالا برضو عنده برضو نصوص وحاول يعلم الناس، والناس برضو يعني خافوا ورفضوا انه يتعلموا منه. بعد ذلك لما جاء بقى على الموت وصوا بانه هو لما يموت كتاباته دي حطوها في بورما وادفنوها معاه، قدام الناس بيحتاجوا يحفروا القبر بتاعه ويطلعوا الكتابات دي والناس يتعلموا منها. فدي دي بعض الشواهد تقول انه في نصوص يعني كان موجوده في لدى رجال الدين. في كمية من الرموز الدينية عندنا في المجتمع الأجن، منها أنه الرجال الدين اللي هو الأورو ديل والديل كان عندهم زي معين، هنتطرق برضو لموضوع زي ده برضو قدام شوية برضو، واستخدام الصليب في الشعائر والعبادات ممكن نقول أنه جاي من الحقبة المسيحية، والأورو ديل عندهم سيحة وبسبحوا زيهم وزي المشايخ، وفي أماكن للعبادة بيقول على اورو وتو يعني بيت الاورو برضو لاحظ الاورو دي اورو هو عباره عن دين، عباره عن ولي الدين، وبرضو عباره عن مكان التعبد. طبعا برضو في كميه بتاع الطقوس يعني اخرى غير يعني مرتبطه بهذا الدين. النظام الاورو كاي زي اي دين برضو عنده شريعه، عنده شرائع، عنده قوانين، وعنده اخرى اخلاقيه. الاخرى الاخلاقيه دي بتنظم السلوك الفرد والسلوك الجماعي في المجتمع. لكن بيقارنوا طبعا العقوبه، مفهوم العقوبه في عندنا في الاجن، ما العقوبه الصارمه المشدده؟ العقوبه دائما يعني اقصى عقوبه ممكن تواجهها انك انت العزل الاجتماعي ولا الغرامه يعني، لكن ما في عقوبه بتاعت قتل وحياه زي ما امر. طبعا المجتمع ككل مؤمن بالعقيده دي وملتزم بالاصول الاخلاقيه الجايه مع العقيده، وكل المجتمع يمارس ويشارك في الطقوس وشعائر. بعد ذلك في منظومه قياديه يعني تقوم بالارشاد والتوجيه. المنظومه دي زي ما ذكرت هم الاورو ذاتهم، هو عباره عن مرشد وموجه ديني ويشرف على اقامه الطقوس والشعائر. وفي نقطه فات علينا انا اذكرها ما ضمنتها هنا، اللي هي انه المراه دور مركزي فيما يتعلق بالطقوس والشعائر. ما في شعيرة، ما في أي طقس يتم بدون وجود المرأة، والمرأة هي دائما بيكون القائد في الحتة. طيب زي ما ذكرت أنه برضو لما نسمع كلمة أورو، الأورو ممكن يكون رجل الدين، رجل الدين في الأجن برضو اسمه أورو. والاعتبارات تاريخية بعد ما الأجن جو الجبال وتأثروا بما موجود في الجبال، ظهرت ما يعرف بنظام الكجور. برضو الأورو برضو رجل الدين برضو بيقى كجور برضو. وكجور كلمة نوبية يعني في الأجن بمعنى يعني مشتقة من كلمة كجية اللي هو يركب ولا ينططي ولا يتقمص حاجة زي دي يعني. فالكجور ده هو الزول اللي تقمصته الروح بتاعت أورو، الروح بتاعت أورو تقمصت أي زول، الزول ده قاعد بيقى كجور. فدي واحدة من الـ يعني العناصر بتاعت الدين عندنا. الحاجه الثالثه انه الاورو ده برضه ممكن يكون رجل دوله، ممكن يكون هو الزعيم، ممكن يكون قائد سياسي، وممكن يكون برضه قائد اجتماعي، ما بالضروره يكون رجل دين. او ممكن يكون عنده دورين، يلعب الدورين في نفس الوقت. رابعا الاورو هو يعني نظام للتنظيم الاجتماعي، باعتبار انه احنا في الاجن نظام الاجن يتميز بوجود عشائر على النظامين،
على الخط الأبوي والخط الأمومي الاثنين مع بعض. أنت هي زول مولود في الأجم من أم أجماوية تنتمي عندك عشيرة أمومية وانتمائك للأجم 100%. أمك من الأجم خاصة أنت أجناوي 100% ما عندك أي مشكلة. برضو ممكن تنتمي للأجم ممكن برضو تنتمي برضو على الخط الأبوي برضو. فالعشائر الأبوية دي كل عشيرة من العشائر الأبوية دي على رأسها يكون في واحد كورو ودو رأس العشيرة يكون المشرف على العشيرة. بعد ذلك الحاجة الخامسة أنه الأورو هو نظام للحكم بيتورون. إحنا ذكرنا أنه في عشائر والمعروف أنه أو الشيء المعروف أنه العشائر لازم يكونوا سبع عشائر. فبيكونوا رؤوس العشائر دي سبعة أنفار هم بيشكلوا الحكومة في المجتمع. واحد فيهم بيكون الرئيس والستة الباقيين كل واحد فيهم بتولى جوانب معينة فيما يتعلق بتسيير المجتمع. أهم من ده كله النقطة السادسة أنه الأورو عبارة عن نظام للرؤية الكونية. الرؤية دي أنا بستند هنا على التحليل بتاع نادي لنظام الأورو أنه من منظور الأورو العالم ده أو الكون ممكن نقسمه لسبع مجالات. كل مجال فيه يعني تقريبا يشمل جانب من جوانب الحياة الطبيعية والحياة الاجتماعية. وأنه أي مجتمع عشان ينجح لازم الناس تفهم كل المجالات دي وتفهم كل الـ يعني ما يتطلب يعني استمرار النجاح في يعني لازم الناس تفهم المجالات دي وتطور الآليات تمكن الناس من أن يسيطروا على التحديات الناتجة من الطبيعة ولا الناتجة من التفاعلات الاجتماعية في حسب عنده غرفة ولا ما عنده غرفة ما تلعب فيها تلسكوترات بلاش لا لا انت من مصاير هنا مصاير بره لا لا ممنوع اطلع مثلا اوكي زي ما ذكرنا قلنا النظام ده قائم لانه في سبع مجالات وانه المجتمع يجتمع لانه يعتمد على انه الناس تفهم المجالات دي وتطور اليات وتطور معارف تمكنهم من انه يسيطروا على التحديات الناتجه من الطبيعه والتحديات الناتجه من التفاعل بين يعني التفاعلات داخل المجتمع والمجتمعات الاخرى. وكل عندنا سبع مجالات وعندنا سبع عشائر كل عشيرة مسؤولة عن التعامل مع واحدة من المجالات دي العشيرة ككل ودي الكولكتيفيزم اللي أشار لها الأخ نوبنتور أنه إذا كان في مثلا في عشيرة مسؤولة عن الجيش عن المسؤولين عن الجيش عن الدفاع والجيش والحاجات دي خلاص العشيرة ككل هي دي مسؤوليتها. في عشيرة مسؤولة مثلاً عن الأرض الأراضي الخاصة بالمجتمع. في عشيرة مسؤولة عن المطر أنه يعني كل المعارف المتعلقة بالمطر المطر بتجي بتين ويعني بتنتهي بتين ناس تبدأ الزراعة بتين تحصد بتين تأكل المحصول بتاع بتين في عشيرة مسؤولة منه. في عشيرة مسؤولة عن الأمراض والأوبئة والحاجة دي في حاجة اللي بيهم وفيها كل عشيرة أي زول في العشيرة دي هو يعني عنده المقدرة وعنده المعرفة في أنه يعني يتعامل مع التحديات دي. وبعض المقدرات دي جزء منها هي فعلا معارف الزول بتعلمها وجزء منها الناس بيفتكروا أن دي حاجة روحية ملكة أنت بتورثها برضو عن يعتبر أنك أنت عضو في هذه العشيرة. ودي واحدة من الـ يعني المفهوم الأورو عند الأجن باختصار. طيب في أي سؤال في النقطة دي أي توضيح هي؟ طيب ممكن تدي ممكن تدي الأودينس يعني بعد ال في النهاية بعد ممكن نجي في النهاية بعد ندي الفرصة لأنه دخل في التدريب. طيب طيب قلنا باختصار يعني عشان كسب الوقت دي مظاهر ال يعني تكلمنا باختصار عن مفهوم الأورو عند الأجم. الأخ نوبنتود يعني تكلم كثير سرد كثير من الحاجات الخصائص الثقافية للحقبة النوبية المختلفة
وعندنا في الاجل في كثير جدا جدا منها يعني لا زالت مستمره. القائمه اللي عندنا هي دي يعني بس بتحوي ما ممكن ان هنا يعني لا علاقه بالدين والاورو. عندنا طبعا مفهوم الاورو زاد طبعا هو يعني شيء يعني ده مفهوم يعني قديم زي ما ذكرنا وجد منه عند الممالك المصريه مرورا بالممالك المسيحيه. الزي بتاع الاورو والتاج ناسنا الكبار لما مشوا الخرطوم وشافوا مشوا الكنيسه وشافوا الزي بتاع القساوسه قالوا ان القسيس ده هو لابس لبس الاورو. و واحده من حاجات يعني على سيره التاج عندنا مره في البيت عندنا عماتنا لما المجموعه من عماتنا واحده فيهم كانت يعني بنت المك واخت المك برضو الوقت ده كان عايش الوقت ده والوالده الله يرحمها فسالتهم عن الاورو يعني زمان الاورو ده كان بيلبس شنو وقام وصفوا لي الزي بتاع الاورو فوصفوا زي بتاع الاورو انه الاورو كان بيلبس طاقيه زي الطاقيه العاديه دي لكن الطاقيه دي فيها مجسم بتاع كوبرا واحد ولا اثنين وده نفس الطاقيه احنا شفناه في الصوره الذكره الجابه لنا اخونا بنتوت عن الحقبه بتاعت مروي الطاقيه لابسها ترهاقه واتكلم برضو عنه في نوع ثاني من الطواقي اللي هي طاقيه مخروطيه حاجه يعني شكلها زي الهرم وبرضو عندها نفس المجسم بتاع الكوبرا ده وانه الطاقيه دي بالذات اسمها تربول دي الاولى اسمها التي الطاقيه العاديه هي المجسم بتاع الكوبرا اسمها التي والثانيه اللي هي فيها شكل الهرم برضو عندها برضو مجسم من قدام اسمها تربول انا كده انا استوقفت انا وقفت كثير عند اسم تربول ديه باعتبار انه انا مشيت زرت الاهرامات في المنطقه بتاعت الجراويه وسالت الناس الحاجه دي اسمها شنو قال لي اسمها الترابيل والمفرش شنو قال لي تربول وهي الطاقيه اللي شكلها شكل الهرم اسمها تربول العصاية اللي بيشيلها تكون الملازمة للحجور يكون شايلها دائما في يده هي نفس العصاية احنا بنشوفها يعني في الصور بتاع الآثار نفس العصاية اللي كان شايلها القسيس اللي شفناه احنا في صور الشايلة اخونا نوبلوانتور. واحدة من مظاهر الاستمرار في ثقافة الأجن هي تقديس الخيول. الخيل شيء مقدس عند الأجن وفي احتفالات وطقوس يعني معينه خاصه باقتناء الخيول تشتري حصان انت يعني عندك مرتبه اجتماعيه فوق كل الناس في احتفال خاص بالخيول والجريمه الوحيده اللي تستوجب انك انت ممكن يعني تفقد روحك هي انك تقتل الحصان دي الحاجه الوحيده تقتل زول ممكن يعفوك لكن تقتل الحصان غالبا انت حتعرض نفسك للموت العقوبه الوحيده اللي تستوجب الاعدام هي انك تقتل حصان دي قلنا دي بعض الحاجات اللي جايه من الحقبه التاريخيه القديمه وبرضه في نقطه مهمه جدا انا يعني قاطع عليها اذكرها هنا انه الاخ نوبنتو تتكلم عن كنداكا الاجل من المجتمعات اللي لسه عندنا مفهوم الكنداكا هي جنوب يفهم الكنداكا يقول لك مر شيخه كنداكا معناه مر شيخه وفي الاين عند يعني في نطقين للكنداكا عند الأجل في كندوكا وفي كانديكا والاثنين معناهم مرة شيخة احنا عندنا النسوان ممكن مرة تكون شيخة في المجتمع والنسوان عندهم مجتمع النسوان عندهم شيوخهم زي ما ذكرنا انه عندنا المجتمع العمومي الأبوي عنده كل عشيرة عندها أورو في القمة والنسوان في العشائر العمومية كل عشيرة عندها برضه شيخة برضو الشيخة دي هي اللي بتكون اللي هو الكندوكا ولا كانديكا عندنا في الأجل واللي هي الكنداكا ذاته. طيب عندنا ما استمر من الفترة المسيحية
في إطار الدين بتاع الأجل برضو هنا الناس كانوا بيستخدموا الصليب في الشعائر الدينية. احنا كلنا وإحنا صغار بنمشي بيت الكدور بنمشي شايلين صليب حديد كويس. أنا شخصيا ما شفت كدور، لكن الناس اللي شافوا الكدور قالوا الكدور ده كان بيلبس نفس الجزية بتاع القصالصة، وكان بيكون قاعد عنده سبحة طويلة جدا، السبحة دي بيكون خاتير ومخلاية وسبحة طويلة يعني زي اللي فيها ألف ولا حاجة بشكل ده بتاعت الألوب، سبحة من الألوب كان بيصبح بها كواي ويكون قاعد يصبح بيكون معتكف وبيكون معتزل الناس الأورو ده. الحاجة الثانية برضو يعني أيام الأسبوع في الأجل طبعاً في كل المجتمعات النوبية أيام الأسبوع تقريباً حتى لو اختلفت في التسميات باتفاق على يومي السبت والأحد، عندنا في الأجل شندا وكيرتا وهي نفس الأيام الأسبوع الموجودة في كل المجتمعات النوبية، ونفس الأيام الأسبوع كانت السائدة في الحقبة المسيحية، ونفس الايام اليومين ديل برضو بنفس الاسماء عند الـ عند الـ عند الـ عند الـ عند الاقباط. ف احنا اخذناه منهم واخذوها مننا، دي مساله ثانويه، لكن الواضح انه المساله دي مستمره من الوقت ده. الحاجه الثانيه انه كل الاحتفالات المسيحيه يعني الكريسماس، شم النسيم، ثانكس جيفينج، قبل كم يوم كان في اليهود كان عندهم احتفال، كل الاحتفالات دي تقريبا في نفس اليوم او في نفس الايام في احتفال في الاجل برضو يحتفلوا بشيء ما في نفس الايام. دي واحده برضو من حيث يعني مظاهر الاستمرار الثقافي في مجتمع الاجل. طيب برضو زي ما من الحياه دي كلها في بعض المسائل ممكن نحن نعتبرها يعني زي ما ذكرنا انه الناس اهلنا الكبار ذكروا انه الزي بتاع الاورو هو نفس الزي بتاع الرسوه المشايخه الملابس المزركشه دي والطاقيه بتاعتهم، حتى الطاقيه اذا كان طاقيه قرنين ولا الطاقيه اللي عامله شكلها عامله زي الهرم بكلها نفس الحياه اللي كان بيلبسوها، الأدوات الموسيقية النوبة ونفس الإيقاعات والرقص بتاع الدرويش لما يخش الصالة ويلف على الرجل واحدة برضه نفس الرقص بالقصور الحرو لما يكون يخش في الحالة بتاعت الحرية بتاعته. وزي ما كل طريقة عندها يعني شيخ مؤسس وعنده سلسلة بتاعت يعني مشايخ الى الشيخ اللي بيكون عايش في مرحله من المراحل، نظام الاورده برضه الاورده برضه عنده في زول مؤسس نظام الاورده، يعني في زول قعد وقام هو القنن الحاجه دي، هو اللي قال للناس الاورو كده. ففي حكايه انه بيكون انه في واحد اورو هو كان اصلا اورو وكان رجل دين، هو كان يعني اورو كان زول بتاع دين يعني بتاع دين. الناس بيسموه مرات أورو مرة، سموه أوروبا ولا أوروباب. أوروباب طبعاً اللي يسموه أوروباب ده ما أظن غريب على معظم الناس الموجودين هنا، والأوروباب ده طبعاً برضو تعرب لأرباب اللي هو ده هو اللي في لما يعني كبر في عمره ودار مرة المسؤولية لغيره، فقام جاب أولاده وأحفاده وقام وزع عليهم المهام، جاب ستة من أولاده وأحفاده ووزع عليهم المهام، كل المهام الدنيوية تتعلق بإدارة الشؤون المجتمع الدنيوية وزع على ستة ديل، وهو احتفظ في كل ما يتعلق بالدين، وهو كل زور أخذ المسؤولية بتاعته هو احتفظ بالشيء المتعلق بالدين، وبرضه احتفظ بالمرجعية، يعني هو المرجعية في أي أمر، يعني كل ما اختلف على المجتمع وهو المرجعية بتاعته. واحد من الستة ديل واحد مسؤول من نظام الحكم والقضاء والإدارة اليومية بتاعت المجتمع، واحد مسؤول من الجيش ومسؤول من الأرض ومسؤول من العلاقات الخارجية مع المجتمعات الأخرى.
واحد مسؤول عن اي حاجه لها علاقه بالمطر، العلوم المعالم العلوم بتاعت الفلك والنجوم والشمس، حركه الشمس، مطر تجي بتين ما تجي بتين، الناس تنزل زراعه بتين، الناس تحصد بتين وتاكل المحصول بتاعها بتين، دي سلموا المعارف دي. واحد سلموا المعارف المتعلقه بالامراض والاوبئه والحاجات دي والسحر، كويس، كل ما هو غيبي سلموا الحاجات دي. وواحد سلموا المهام بتاعه يكون زي السكرتير بتاعه، وفي نفس الوقت هو يدير الشؤون اليوميه بتاعت المجتمع، يعني يدير الاجتماعات ويلخص لو كان في اجتماع هو يلخص الاجتماع، هو اللي اتخذ القرار، وهو يعني زي اللي يقول عليه السكرتير بتاع الزول اللي هو المسؤول عن اداره المجتمع اليومي. وهو زي ما ذكرت انه هو احتفظ بالشيء الديني، وبرضه هو احتفظ بالمرجعيه لانه هو عنده الاوفر رايت، يعني كان اوفر رايت اني ون اوف ذيس الجماعه دي. التقديس بتاع الاورو وانه ينسلهم الكرامات والخوارق دي برضه من الحياه الموجوده عندنا في مجتمع الاجم. طيب بكده انا اكون انتهيت تقريبا من الـ من الـ من الـ 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 البرزنتيشن بتاعتي، بس دار حاجه بسيطه دار اوريها للناس فيما يتعلق ب الايقاع. دي واحده من رخصات الاجل. شنو سامعين؟ شنو وش الايقاع بتاع النوبه؟ رجمع السلايد واقف في العناصر المشتركه مع الصوفيه. شايفين الحائري؟ لا ما شايفين. لحظه ما شغلت. الصوره بتاعتك فريزي. لحظه بس. شايفين كده؟ ايوه. واضح. كنت اكبر الشاشه بس. الصوت ما هو واضح. الصوت ما واضح؟ الصوت بتاع الفيديو ما واضح. ما في صوت. في نموذج رسم الرسالة الأجل. طيب أترك المجال للأخ عمر، بعد ذلك لو في وقت أقوم أشرح مسألة التفاعل بين الصوفية والأورو في مجتمع التقلي وتقلي. وشكرا جزيلا. شكرا لك استاذ جمال. عمر الصوت ميوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، أستاذ جماعة وأستاذ محمد خضر خليل ومنتور، كل الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في عجالة إن شاء الله بحاول أعمل تداخل وتمديد لفكرة الروحانية اللي بدأت مع أستاذ محمد خضر خليل وامتدت لخصوصية مجموعات الأجل، لكن بحاول أربط الروحانية في السودان بخصائص مجتمعاتها السودانية وبطبيعته وبتسلسله، وإلى أي مدى هي أثرت
في حياتنا الاجتماعية والسياسية والجوانب الأخلاقية اللي ممكن بتناول الأثر الرفاق خلال. طيب المنطوط لو داير أرفع السلايد بديس أنا أزول مستديد في المسألة دي. طيب تحت في الشاشة تحت في بين اليد وبين الوش في سهم كده لأعلى. أوكي. أيوة مكتوب فيها بدي present now. بعدك بتقوم تختار لو عندك شاشة واحدة ما عندك مشكلة، عندك أكثر من شاشة بدي اختار. دي شاشة واحدة أصلا. خلاص أوكي جميل. أيوة بس أنت علي الصوت يا عمر، الصوت شوية كده هنا. واطي كويس جدا. افتح السلايد اول في البدايه ولا بعمل لي ابلود للسلايد؟ اي افتح السلايد انت وبعدين اعمل مشاركه مع الشاشه كل مع الجهاز. أوكي. كله اوكي شير سكرين. ايوه اوكي طيب Okay. Okay. Where is share screen? Okay. والله خاشي لكن انا بحاول كده ارفع علي بس انت افتح بعد كده السلايد يا عمر. افتح السلايد بتظهر بعد. افتح السلايد بس بتظهر طوالي السلايد فاتحه بس خش عليها يعني اعمل برزنتيشن. خش على الباوربوينت هي بتفتح براها. انا طيب دي البرزنتيشن دي السلايد هي افتحها بالجهاز خش عليها. فتحتها في الجهاز؟ نحن ظاهر لنا حسا كورسيرا ولا شنو ما اعرف ما ظاهر لنا السلايد. اها شير اوكي انت اوريدي عامل شير بس وافتح افتحها في الجهاز. انت اوريدي عامل شير عندنا نحن شايفين جهازك الان. اها يا الله مشاركة عرض. ايوه اوكي انت اوريدي بريزنتين يا عمر. انت هسه اصلا اوريدي حاسه بس افتحها هي ذاتها يعني غير الموضوع بتاع كورسيرا افتح البريزنتيشن خلاص. لو تعذر رسل لي انا وجمعه ممكن مساعدة. طيب اوكي ممكن انا اساعد في انه اعتقد ايوه بعد اذنكم اعتقد انه هو عامل شير للشاشه اللي فيها البرزنتيشن بتاع الكورسيرا فلازم يلغي الشير في الميت في الميتنج هنا ويعمل شير للشاشه الثانيه او يعمل شير للشاشه العامه وبعدين يشغل اي شيء بيشغل بصراحه. ايوه كلامه صح عبد الله. ايوه انت عامل شير للشاشه العامه فول يعني انتاير سكرين اند ذن
من انتهى السكرين اي حاجه بيشغلها وبيشتغل معاك. طيب دي الشاشه العامه. طيب خلينا ننزل انا تحت، انا ما شايف الا السلايد. لا انت من داخل الميت، من داخل الميت نفسه. داخل الميت اللي فيه اعمل شير ثاني. انت هسه وقفت الشير، اعمل شير ثاني، اعمل شير من جديد. ايوه طيب هنا. طيب دقيقة. اول خطوة كان نبهك لها وراك لها محمد اللي هو السهم اللي قال لك على الاعلى ده، ترجع هناك ثاني. ارجع ارجع تحت للسهم بين اليد والوش. بريزنت ناو. طيب 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 سؤالي يا عمر، انت حاليا انت في الشاشه بتاعت البرزنتيشن؟ طيب انا في الشاشه بتاعت البرزنتيشن. لا ما تمشي هناك، خليك من البرزنتيشن بعد كده. ارجع للميتنج بتاعنا في ميت. طيب اعمل شير زي الاول اللي هو السهم اللي بين الوش والناي. طيب السهم من هنا. ايوه طيب. شوف بتخلي عدة شاشات، تختار الشاشه العامه اللي هي بتكون في اقصى اليسار للاعلى. هنا اقصى اليسار للاعلى اللي هي مكتوب فيها تحت كلمه سكرين تقريبا. بعد ما يصل لك يصل لنا احنا انه انت عملت برزنتيشن، بعد ذلك تمشي على البرزنتيشن بتاعنا. طيب هنا سلكت شير ما واضحه معي. لا انت رجعت للميت. دقيقه. طيب اعمل كنسل بعد ذاك ارجع له ثاني. لا خش انت عملت شير تقريبا مش ولا لا؟ دي رويده شخص ثاني. في شخص ثاني بيعمل برزنتيشن الاخت رويده، ممكن تلغي البرزنتيشن. ايوه طيب اعمل تعمر. ممكن ترسل لي هنا اذا تعذر، احنا ممكن نساعدك بس.